طبعا احنا عارفين نادي اسوان يعني نادي امكانياته الماديه يعني ما عندوش موارد ضعيفه، مصر كلها عارفه يعني ناس مشكوره بيحاولوا في النادي، لكن انا في فتره كنت ماسك في الدوري الممتاز، كنت ماسك النصر التعدين برضو كان في اسوان، فيمكن انا كنت رايح اسوان، انا كان رصيدي كبير جدا في نادي اسوان لان انا مع النصر التعدين نجحت معاهم، يعني عملت معاهم نتائج كبيره جدا، يعني فريق النصر التعدين كان يمكن شبيه لتجربه اسوان، وقدرت ان انا اكسب فرق كبيره جدا، كسبت بتروجيت وكسبت وادي دجله وكسبت الاتحاد وكسبت، يعني عملت نتائج معاهم كبيره، بس انا كنت رايح لهم في وقت ضيق، عدد المباريات كان قليل، وقفنا على يمكن نقطه وعدينا فرق اكبر مننا، فانا واخد على التجارب اللي هي فيها تحديات كبيره وصعبه، حتى الفرق اللي مسكتها هي فرق شعبيه كبيره زي نادي الترسانة عنده جماهير وضغوطات عاليه جدا، بلديه المحله معروفه من الفرق يعني اللي جمهورها شرس بيحب فرقته جدا، منتخب جيبوتي اللي انا يعني دربته منتخب في القاره يعني بعيد جدا في القاره على المستويات الفرق الكبيره، ومع ذلك ربنا كرمني معاهم وحققت نتائج كبيره، كسبت السودان كسبت كينيا عملت لعبت تصفيات كاس عالم قدام مصر، فمش جديد عليا، يمكن هي تجربه بالنسبه لي انا خضتها قبل كده، والتحديات احمد هي التحديات هي كمان اللي بتفرز المدرب الجيد، والتحديات اكيد بتديك كمان خبرات، كل ما بتعدي على تجربه صعبه يعني في مدربين بتبقى الامكانيات الانديه الكبيره بتساعدها شويه ومتاحه، لكن زي ما بيقولوا كده العصره بتاعت المدرب بتبقى دايما في الممتاز به، وانا عارف الامكانيات بتبقى عامله ازاي، وكمان على المستوى القاري انت دربت كمان في جيبوتي، فخلينا اتكلم معاك على ايه اللي انت عملته في المرحله الصغيره، يعني كابتن مجدي عبد العاطي قطع شوط لا باس به وكانت نتائج لحد ما يعني فوق وتحت، لكن الشكل العام اتغير بشكل كبير جدا، الاداء اتغير بشكل كبير جدا، الروح اختلفت بشكل كبير، عايزين نعرف ايه الروشته اللي انت كده اول ما دخلت نادي اسوان بدات انت في البيت بقى تقعد تقول انا هعمل 1 2 3 4. طبعا كلامك طبعا كله مظبوط يا كابتن هاني، يعني فرقه اسوان لما رحت لها انا كنت طبعا راجل من خلال مجالي انا متابع جيد جدا للفريق وعارف أكيد. امكانيات الفريق كويس، ويمكن نادي اسوان يعني من الانديه اللي قعدوا 3 سنين بيفاوضوني بيكلموني، يعني السنين اللي فاتت دي كانوا مش ضارب عليهم يعني ثلاث سنين بيفاوضوك يعني بيتكلموا معايا احيانا ان انا اروح، بس احيانا ببقى انا ماسك في نادي في القاهره نادي كبير يعني الظروف ما سمحتش بمعنى صح فانا عارف كل كبيره وصغيره على الفريق،